الرئيس السيسي يوجه بتطوير وتوطين صناعة مستلزمات أعمال مشروعات التشييد والبناء. القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي. 10 طائرات صينية تعبر الخط الفاصل لمضيق تايوان، والدفاع التايواني ترصد 4 سفن حربية صينية في المنطقة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 عصرا بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص من أجل تطوير وتوطين صناعات المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، لا سيما المعدات والآلات، وذلك في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري الفريق أحمد خالد، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة اللواء أحمد الشذلي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب هشام السويفي، وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لإحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر. أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وفي تقليد عسكري أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل، قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن ثورة يوليو المجيدة التي حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نسير على دربه، وأن التاريخ المصري يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات. وأكد أن ذكرى الزعيم الراحل عبد الناصر ستظل نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم. حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. تمر اليوم الذكرى 52 على رحيل جمال عبد الناصر قائد ثورة 23 يوليو، حيث كان عهده فصلا استثنائيا في تاريخ العرب رسم ملامح الثورة على الاستعمار. كما أعلن عبد الناصر خلال فترة حكمه سلسلة من القرارات والإصلاحات التحديثية التي كان لها تأثيرها الممتد، وكان أبرزها تأميم قناة السويس وقوانين الإصلاح الزراعي. إننا نعمل في السياسة ويجب ألا تغيب عنا الحقيقة الأساسية، ويجب أن نعمل على تطبيقها. فهذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. جمال عبد الناصر الذي رحل بجسده عن عالمنا في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر 1970 سيظل خالداً لمواقفه الاستثنائية في التاريخ،
زعيم أعاد الوطن لأبنائه، وأصبحت إنجازاته الداخلية ومواقفه العروبية ومساندته لحركات التحرر علامات بارزة في سجل قائد لن يمحى من ذاكرة التاريخ. ولد عبد الناصر في 15 يناير من عام 1918 في الإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط، وحصل على شهادة البكالوريا في عام 1937. كان الزعيم الراحل عاشقاً للحياة السياسية، وتخرج في الكلية الحربية في عام 1938 ليعين ضابطاً بسلاح المشاة في أسيوط، ثم مدرساً بالكلية الحربية قبل أن يلتحق بكلية أركان حرب ويعين بها مدرساً. شارك عبد الناصر في حرب فلسطين، كما أسس حركة الضباط الأحرار التي على إسرها تقدمت الصفوف للتغيير، فكانت ثورة 23 يوليو من عام 1952. وفي عام 1954 أصبح عبد الناصر رئيساً للوزراء، ووقع مع بريطانيا اتفاقية لجلاء الاحتلال عن مصر، ولعب دوراً هاماً في مؤتمر باندوك في عام 1955، حيث انطلقت دعوة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. وفي 23 يونيو من عام 1956 أجرى استفتاء على الدستور الجديد وعلى انتخابه رئيساً للجمهورية ليؤمم قناة السويس في 26 يوليو من عام 1956. سجل حافل بالإنجازات التي حفرت باسم الزعيم: إصلاح زراعي وصناعات وطنية وتعليم أصبح بالمجان وسد بني بسواعد أبناء الوطن. لم يكتفي بذلك، بل أصبح الزعيم قصيدة يترنم بها العرب والعجم، فشارك في تأسيس حركة عدم الانحياز، وساند القضايا العربية في المحافل الدولية، وأعلن على الملأ قولاً وفعلاً دعمه لحركات التحرر الوطني، وفتحت مصر أبوابها لأبناء القارة السمراء. ورغم تعرض مصر في عهده لكبوة عارضة إبان حرب عام 1967، إلا أنه أعاد ترتيب الصفوف، فكانت حرب الاستنزاف العظيمة ليواصل ناصر كفاحه وعطاءه لآخر لحظات حياته. فبعد اختتام القمة العربية توقف نبض قلب ناصر عن الخفقان ليرحل مشيعا في مشهد مهيب كان شعاره: الوداع يا جمال يا حبيب الملايين. أكدت رئاسة الجمهورية أن فوز 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة في العالم على قدرة الدولة المصرية على إنجاز المشروعات التنموية وفقا لأرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفي مدد زمنية قياسية هي المحددات والمعايير التي طالما يوجه تطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشدد على الالتزام بها في جميع المشروعات التنموية على امتداد الجمهورية. كانت مؤسسة الأمريكية ENR العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية قد أعلنت مؤخراً نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022، ضمت حوالي 34 مشروعاً فازت مصر ب5 جوائز منهم عن مشروعات أفضل مشروع نقل في العالم محطة عدلي منصور التبادلية، أفضل مشروع ثقافي في العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أفضل مشروع ترميم في العالم تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل، أفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، أفضل مشروع بيئي في العالم مشروع تطوير قرى تشكل جنوبية.
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمكتبه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوحة، وشدد جبالي خلال اللقاء على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه أعرب فتوح عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر لفلسطين، مؤكدا فخره بجهود الرئيس السيسي الكبيرة في مواجهة الإرهاب، مشددا على أنه لولا تلك الجهود لسقطت المنطقة بالكامل في يد الإرهاب، وأشاد أيضا بجهود الدولة المصرية في لم شمل البيت الفلسطيني الداخلي. التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، جاء ذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى فرنسا تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. أوضح عبد الرازق أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدا مهما من روافد العلاقات الثنائية، مشيرا إلى الدور المهم المنوط بالمجالس النيابية في توطيد أواصر العلاقات وبتطويرها بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين. وثمن لارشي الدور المهم لمجلس الشيوخ مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادتين السياسيتين للبلدين، معتبرا أنها تمثل حجر الزاوية في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سفير دولة قطر لدى مصر سالم ابن مبارك، وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالأشقاء القطريين المهتمين بالاستثمار في مصر، مضيفا أنه يتابع بصفة شخصية كافة الملفات الخاصة بالمستثمرين وسيتم تذليل أي عقبات تواجههم، مبديا ترحيبه بعقد منتدى أعمال مصريين قطريين في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. من جانبه أكد السفير القطري أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث عرض رئيس الوزراء الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكدا أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر مع إطلاق موقع إلكتروني خاص به لتلقي المقترحات والآراء. من ناحية أخرى، أكد مدبولي الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ كوب 27، مشيرا إلى أن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر. عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. بحث وزير الدفاع خلال زيارته لدولة الإمارات علاقات التعاون العسكري المشترك. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت الزيارة بمراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الشقيقين.
والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد محمد أحمد البوردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أشاد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي بعمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين وتوافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لمجمع توازن الصناعي، التقى خلالها بالمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات الإماراتية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، كما استمع إلى شرح تناول الإمكانيات المتطورة لقطاعات الصناعات الدفاعية الإماراتية وفقا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال التسليح. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة في ختام الزيارة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معربا عن تطلعه إلى استمرار تبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية بما يعظم القدرات القتالية لكلا الجانبين بهدف دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاءات والزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإماراتية. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بيانا عمليا للتأمين بالوقود لأحد التشكيلات الذي تنفذه إدارة الوقود، وذلك في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة. تناولت إجراءات البيان العملي القدرات والأساليب المتطورة في الحفاظ على كفاءة إمداد وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بالوقود وبكيفية التغلب على كافة المعوقات الطارئة، وذلك وفقا للأسس العلمية. كما تفقد الفريق أسامة عسكر معرضا لمعدات ومنتجات إدارات هيئة الإمداد والتموين الذي عكس مدى حجم التطوير والتحديث الذي تشهده الهيئة بمختلف إداراتها التخصصية. وفي سياق متصل قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على إحدى وحدات قوات مكافحة الإرهاب للاطمئنان على جاهزية المقاتلين المنضمين حديثا إليها، كما شاهد عددا من البيانات العملية التي أبرزت المهارات المكتسبة خلال فترة التأهيل، مشيدا بالمستوى الاحترافي الذي وصل إليه المقاتلون، وطلبهم بالحفاظ على الجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية تراس جو ويند الفاتح مع الفرقاطة الفرنسية أكون إن. وبانتهاء زيارته الناجحة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية المراحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين تشكيلات الإبحار التكتيكية. وتأتي تلك التدريبات في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية. وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون للارتقاء بمنظومة العمل البحثي مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة. يهدف البروتوكول إلى تعزيز آليات العمل البحثي وإلى تطوير أوجه التعاون في العديد من المجالات البحثية والفنية والتدريبية والتطبيقية والتصنيعية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة. وفي هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة، ونجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تنفذ وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط كافة القضايا التي تضر بالبيئة والصحة العامة. فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة للتفتيش على المنشآت الصحية بنطاق محافظة الجيزة، تمكنت خلالها من ضبط مخالفات اشتراطات بيئية وصحية بتسع مستشفيات. وفي مجال حماية البيئة والثروة الزراعية، أسفرت حملات الإدارة بنطاق الجيزة عن ضبط ستة مصانع بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية والمنظفات الصناعية والبلاستيك والمعطرات، بداخلهم سبعة أطنان ونصف أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وأكثر من 44 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، وستة أطنان بلاستيك مجهول المصدر، وخمسة وثلاثون طن ونصف معطرات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات. وأسفرت حملات الإدارة المستمرة بنطاق محافظة القليوبية عن ضبط أربعة مصانع بدون ترخيص لتجميع وإعادة تدوير وتداول النفايات الطبية الخطرة من مخلفات المستشفيات بإجمالي مضبوطات بلغت 45 طن نفايات طبية خطرة و17 طن مخلفات بلاستيكية طبية تستخدم في تصنيع أدوات ومنتجات بلاستيكية. كما تمكنت الإدارة وخلال حملة شنتها بالقليوبية من ضبط مصنع بدون ترخيص للمخصبات الزراعية بإجمالي مضبوطات تصل إلى 239 طن مخصبات زراعية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. وبنطاق مديرية أمن الغربية، تمكنت الإدارة من ضبط محلين ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخلهم كمية تزن 149 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وضبط أربعة مصانع بدون ترخيص بالقليوبية لإنتاج الغراء وتدوير المخلفات المعدنية وتعبئة المنظفات الصناعية وتدوير مخلفات مصانع الأقمشة بإجمالي مضبوطات بلغت 75 طن ونصف منظفات صناعية مجهولة المصدر، و49 طن غراء ومستلزمات إنتاجها مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر، و62 طن ونصف مخلفات معدنية ومخلفات مصانع أقمشة ومنتج نهائي مجهولة المصدر. واستمرارا لحملات الإدارة بالغربية، تمكنت من ضبط مخزن ومصنع وثلاث شركات وورشة للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات بلغت أكثر من تسعة أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وثلاثة أطنان صدف بحر بدون بيانات وكمية تزن 265 طن حجر جيري مجهول المصدر و57 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و25 طن حبوب ذرة تستخدم في تصنيع الأعلاف بدون ترخيص. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 201 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 75 طن، كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 126 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية، من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و83 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. تواصل مدينة شرم الشيخ الاستعدادات لاستقبال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 بجملة من المشروعات. ويأتي من ضمن هذه المشروعات مشروع منطقة مصر القديمة بالسوق التجاري القديم بالمدينة، والذي يعد نموذج محاكاة للمناطق الإسلامية والتاريخية القديمة.
عمل دون توقف، عنوان استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال قمة المناخ كوب 27 بجملة من المشروعات، أبرزها إنشاء مشروع منطقة مصر القديمة بالسوق التجاري القديم بالمدينة ليكون نموذج محاكاة للمناطق الإسلامية والتاريخية القديمة. المشروع يشتمل على عدة مبان تحمل أسماء الأحياء القديمة مثل الغورية والناصر قلاوون وشارع المعز، وستحتوي هذه المباني على مطاعم وبازارات وخدمات تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة والخاصة بواجهات المحال التجارية ومنطقة الشلالات وأعمال الإنارة لتكون منطقة سياحية وتراثية على الطراز الإسلامي. المشروع يقع في السوق التجاري القديم، وهو أشهر وأهم المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ، ويشهد تطوراً كبيراً بإنشاء نافورة ثابتة بمحيط مسجد الصحابة أحد أشهر المساجد بشرم الشيخ، وسيحيط بالنافورة ممشى سياحي ومقاعد للجلوس وحدائق وأشجار لتدعم رؤية الدولة في أن تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة. كما يشمل المشروع تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية لشرم الشيخ، وسيتم الانتهاء من هذه المشروعات بشكل كامل بعد أيام قليلة. مشروع إنشاء منطقة مصر القديمة وتطوير السوق القديم سيكون إضافة سياحية قوية يؤكد على عبق الحضارة والتاريخ وحرص الدولة على إحياء التراث والاهتمام بالتعريف بالحضارة المصرية القديمة، خاصة مع قرب انعقاد قمة المناخ كوب 27 التي تحتضنها المدينة الخضراء. من مدينة شرم الشيخ، محمود جميل، التلفزيون المصري. في ملف العراق، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوس القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج للأزمة، وأكد الحلبوس ضرورة إيجاد حل ووجوب الحرص على أن يكون مجلس النواب ممثلا لجميع أبناء الشعب، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك حل سياسي شامل يتحمل الجميع فيه المسؤولية وما يلقى على عاتقهم أمام الشعب. على جانب آخر، صوت مجلس النواب العراقي على انتخاب محسن المندلاوي نائبا أول لرئيس مجلس النواب العراقي، وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن عدد المصوتين للنائب محسن المندلاوي بلغ 203 أصوات، فيما بلغ عدد المصوتين للنائب ياسر الحسيني 7 أصوات، وعدد المصوتين للنائب باسم الخشان 17 صوتا، وبلغ عدد الأوراق الباطلة 13 صوتا. دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى التفاهم وتوحيد الصفوف وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب مصلحة الوطن. أكد الرئيس العراقي ضرورة تلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلاد والاستحقاقات المنتظرة والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم الحر. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم، وأكد ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة والأملاك العامة والخاصة، داعيا المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر. شدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على أهمية الوصول إلى توافق وطني بأسرع وقت ممكن لتجنيب البلاد المخاطر المترتبة على ذلك. وخلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، أكد البرهان أن استقرار الفترة الانتقالية يتطلب توصل المكونات السياسية في البلاد لحل للأزمة الحالية، مؤكدا على تأكيده بأن قرار المؤسسة العسكرية هو الانسحاب من العملية السياسية فضلا عن انحصار عملها في قضايا الأمن القومي والدفاع. من جانبها، أكدت المبعوثة الأوروبية حرصها على التواصل مع جميع القوى السياسية لدفعها نحو التوافق دون انحياز لأي طرف.
قالت وزارة الداخلية الكويتية إن تصويت الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 2022 المقرر إجراؤها غدا الخميس سيكون بشهادة الجنسية الأصلية أو شهادة لمن يهمه الأمر الخاصة بالانتخابات في حال فقدانها أو تلفها. وسيتوجه الناخبون الكويتيون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد، وذلك بعد شهرين من حل البرلمان. من جديد، انتخابات تشريعية تشهدها الكويت بعد شهرين من حل البرلمان، تبدأ بها البلاد صفحة جديدة تحقق من خلالها تطلعات شعبها في اختيار أعضاء مجلس الأمة. انتخابات تجرى بعد صدور قرارات اعتبرها المراقبون إصلاحية، منها إتاحة التصويت بالبطاقة المدنية لأول مرة في تاريخ الكويت، وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية. الانتخابات 18 في تاريخ الحياة السياسية والسادسة في 10 سنوات سيشارك فيها هذه المرة شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد بسبب اتهامات للسلطة التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان. ومع تكرار الصدام بين الحكومة والنواب، أعلنت القيادة الكويتية دعمها لعملية تصحيح مسار المشهد السياسي، واتخذت خطوات فعلية في سبيل ذلك، وهو ما ألقى بحسب المراقبين تفاؤلا في مياه راكدة كانت قد تسببت في حل المجلس مرات عديدة. مجلس النواب الجديد الذي سيتشكل من 50 نائبا يتعين عليه خلال 4 سنوات قادمة رقابة عمل الحكومة وإنجاز العديد من القوانين المعلقة والخاصة بخطة التنمية وإعداد الموازنة الكويتية العامة. كما سيتعين على المجلس بحسب المراقبين استغلال النهج الإصلاحي للحكومة لتقليل حدة الصدام المتواصلة بين الجانبين، صدام كان أحد أسبابه دائما هو اختيار رئاسة مجلس الأمة. فبعد تعهد أميري بعدم التدخل في اختيار رئيس المجلس وإعلان مرزوق الغانم رئيس البرلمان السابق اعتذاره عن عدم الترشح، تبقى الساحة مهيئة لعمل مجلس دون صدام، ليبقى اختيار الشعب هو الفيصل في عمل المجلس التشريعي الأهم في الكويت. قضية تايوان، وفيها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أعلنت رصدها ل 31 طائرة و4 سفن حربية صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة. كما أوضحت الدفاع التايواني أن 10 طائرات صينية عبرت اليوم الخط الفاصل لمضيق تايوان. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة انتهكت تعهدها باحترام وحدة أراضي الصين. جاء ذلك بعدما اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس علنا بكين بسلوك مثير للانزعاج وباستفزازات تجاه تايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، قال إنه عندما لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها فلا يمكنها الحديث عن القواعد والنظام، لأنها تنتهك بالفعل القواعد الدولية. نددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بما سمته بإجراءات الصين المقلقة الواردة في تصريحات للبحارة الأمريكيين المتمركزين في اليابان. جاء ذلك بعد أيام من تعهد واشنطن بأن القوات الأمريكية ستساعد في الدفاع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم، مضيفة أن بكين استخدمت قوتها العسكرية والاقتصادية للضغط على جيرانها وترويعهم، وأنها مارست سلوكا مقلقا في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي واستفزازات عبر مضيق تايوان. نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. الاتحاد الأوروبي يحذر من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له، وموسكو تدعو لاجتماع لمجلس الأمن بشأن التسرب من نورد ستريم. We'll be right back.
في الأزمة الأوكرانية، حضر مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من أي هجوم على منشآته بعد حالات التصرف في نورد ستريم. وأكد بوريل أن أي عبث متعمد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتا وسيقابل برد قوي وموحد. كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أوراسولا فوندرلاين اعتبرت أن عمليات تسرب الغاز التي رصدت في خطي أنابيب نورد ستريم هي نتيجة فعل تخريبي. وحذرت المسؤولة الأوروبية من أن أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة في أوروبا هو غير مقبول وسيؤدي إلى أقوى رد ممكن. أعلن مسؤولون روس أن موسكو ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2. جاء ذلك بعدما دعت موسكو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة تقف وراء العمل التخريبي حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاغاروفا، قالت إن روسيا تعتزم الدعوة إلى اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي في إطار الاستفزازات المتعلقة بخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2. أوضح الكرملين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تسيطر روسيا وبشكل كامل على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن العملية في أوكرانيا ستستمر على الأقل حتى تحرير دونيتسك، في الوقت الذي نفى فيه الكرملين المزاعم التي اتهمت روسيا بأنها مسؤولة بشكل ما عن الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم، مضيفا أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأمريكية التي توارد الغاز إلى أوروبا. وقال بيسكوف إنه من الضروري التحقيق في الحادث، مضيفا أن الإطار الزمني لإصلاح التلف في خطوط الأنابيب لم يتضح بعد. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أوراسولا فوندرلاين فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما يشمل فرض مزيد من القيود التجارية ووضع أفراد على القوائم السوداء وتحديد سقف لأسعار النفط لدول أخرى. وخلال تصريحات صحفية قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي لا تقبل الاستفتاءات ولا أي شكل من أشكال الضم في أوكرانيا، مضيفة أن الكرملين سيدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ألمانيا لن تعترف مطلقا بنتائج استفتاءات الضم التي نظمتها موسكو في أوكرانيا. وقال شولتس أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا سياسيا وماليا وإنسانيا بالإضافة إلى الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، ويشمل ذلك تسليمها أسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوة الاحتياط التي جرت تعبئتها في الآونة الأخيرة في منطقة كالينينغراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق. أضافت الوزارة أن جميع الجنود الذين تم تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة. كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر بأول تعبئة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية في الأسبوع الماضي. وتحتفظ روسيا بوجود عسكري كبير في كالينينغراد، هي منطقة ساحلية على ساحل البلطيق تقع بين حدود حلف شمال الأطلسي وعضوي الاتحاد الأوروبي بولندا وليتوانيا، بما في ذلك الصواريخ ذات القدرات النووية. توقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في العام الحالي بسبب التباطؤ في الصين.
آفاق قاتمة للنمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي توقعها البنك الدولي، مشيرا إلى أن النمو سيضعف بشكل حاد خلال العام الحالي ليصل إلى 3.2% انخفاضا من توقعاته البالغة 5% في أبريل الماضي. البنك الدولي أرجع ضعف التوقعات بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات، وهو بالفعل ما أكدته وزارة التجارة الصينية. في الوقت نفسه توقع البنك الدولي أن تشهد الصين التي تشكل 86% من الناتج الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي والتي تضم 23 دولة نموا بنسبة 2.8% هذا العام، في حين كان قد نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.1% في عام 2021، وهو أفضل نمو له منذ 10 سنوات. وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد، حيث أوضح البنك الدولي أنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات. قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في أتلانتا رافائيل بوستيك، قال إن عدم إحراز تقدم واضح في مكافحة التضخم يعني أن المجلس سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بحيث تصل إلى مستوى بين 4.25 و 4.5% بحلول نهاية العام الجاري. وخلال تصريحات صحفية أضاف بوستيك أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية ولا ينخفض بسرعة كافية إلى المستهدف البالغ 2%، مشيرا إلى أن توقعاته الأساسية ترجح رفع سعر الفائدة إلى 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر القادم و 50 نقطة أساس في ديسمبر القادم. اقترح صندوق النقد الدولي عدة إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية تستهدف المساعدة في خفض تضخم أسعار المواد الغذائية المتصاعد في نيجيريا وغانا ودول أخرى في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا. وذكر الصندوق أن أسعار المواد الغذائية تميل إلى الارتفاع في البلدان ذات الإدارة المالية الأضعف والدين العام المرتفع، موضحا أن الدول التي لديها أطر أقوى للسياسة النقدية تكون أفضل في كبح جماح ضغوط تضخم أسعار الغذاء، وبالتالي تكون أفضل في السيطرة على التضخم الكلي. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه البحر الشرقي. ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنه تم رصد عمليات الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. وإلى بلجيكا، حيث قتل شخص في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال عملية استهدفت مخططا لاعتداء إرهابي. وأوضحت الشرطة أنها نفذت 10 عمليات مداهمة صباح اليوم الشمالي البلاد، مشيرة إلى أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وكانت الشرطة قد أوقفت الأسبوع الماضي 4 هولنديين مشتبه بهم على خلفية ما وصفه المدعون بمخطط لخطف وزير العدل البلجيكي. إلى حياة كريمة، حيث نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة الإسماعيلية. وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم لسداد مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة. تم توزيع بعض الشنط المدرسية في مبادرة راجعين نتعلم تبع مؤسسة حياة كريمة،
وإن شاء الله في بعض المصروفات الدراسية يتم دفعها للطلبة الغير قادرين. فبنشكر سيادة الرئيس على هذه اللفتة الكريمة لأبنائنا الطلاب بمحافظة الإسماعيلية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. شدد المركز على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية. وأوضح المركز الإعلامي أنه قد أصدر ما يقرب من 340,333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 1,415,000,000 جنيه. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر تغير المناخ كوب 27 ياسمين فؤاد. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للوقوف على كافة مستجدات عملية التحضير والإعداد الجارية لعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر القادم. وأضافت الخارجية أن شكري أكد خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على نجاح مؤتمر كوب 27، والذي يعد أحد أهم الفعاليات في أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف. التقى محافظ القاهرة خالد عبد العال بوفد بنك التنمية الألماني بالقاهرة. جاء ذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتطوير منظومة النقل الحضري بالقاهرة ولتطوير هيئة النقل العام. وناقش الاجتماع خطة المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع النقل الحضري المستدام، فضلا عن تحديد الاحتياجات والمشاريع الاستثمارية المحتملة على المستوى الفني، مثل توسيع نطاق الحافلات الكهربائية بمحافظة القاهرة في ضوء الاهتمام المشترك بالاقتصاد الأخضر والحفاظ على المتغيرات المناخية. والآن مشاهدينا الكرام، نفتح معكم نافذة اقتصادية في نشرتنا. هذه النافذة تصحبنا فيها الزميلة ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا ياسر، شكرا نهى، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر. وقد أشار مدبولي إلى أن اللجنة تتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية تنمية السيارات والتي تم إطلاقها يونيو الماضي. وخلال الاجتماع الأول للجنة أكد مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بأن يتم إلى ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وكذلك العمل على توطين هذه الصناعة. وقد أضاف مدبولي أنه انطلاقا من هذا التوجيه تمت صياغة الاستراتيجية والتي تضمنت حوافز محددة للتشجيع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات. أكد وزير البترول طارق الملا أن ما حققته صناعة الغاز الطبيعي في مصر من نتائج أعمال متميزة خلال العام الماضي ووصولها لمعدلات غير مسبوقة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر يمثل حافزا كبيرا لمواصلة بذل الجهود بهدف تعظيم موارد مصر وقدراتها من الغاز الطبيعي. جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022. وقد أشار الملا إلى الخطة الطموحة التي يستعد قطاع البترول لتنفيذها خلال العامين الماليين القادمين، والمتمثلة في تنفيذ برنامج حفر ل 31 بئرا استكشافيا للبحث عن الغاز الطبيعي.
أكد وزير الزراعة سيد القصير أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وكذلك فائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس. جاء ذلك خلال ترأس وزير الزراعة الاجتماع الأول لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وقد أشار وزير الزراعة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وكذلك آليات الرقابة في فترات وقف الصيد. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بضغط المبيعات للمتعاملين الأجانب، بينما اتجهت التعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وقد خسر رأس المال السوقي 6 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582 مليار و500 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 9817 نقطة وأغلق عند 9702 نقطة منخفضا بنسبة 1.17%. كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي فتح عند 2267 نقطة وأغلق عند 2241 نقطة لينخفض بنسبة 1.16%. التراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي فتح عند 3206 نقطة وأغلق عند 3172 نقطة لينخفض بذلك بنسبة 1.7%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.46 جنيها للشراء و 19.57 جنيها للبيع، اليورو 18.63 جنيها للشراء و 18.74 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20.61 جنيها للشراء و 21.73 جنيها للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.30 جنيها للشراء و 5.33 جنيها للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5.16 جنيها للشراء و 5.20 جنيها للبيع. في أسواق المعادن النفيسة سجلت أسعار الذهب مستوى منخفضا جديدا وهو الأدنى خلال 30 شهرا، حيث تقوضت جاذبية المعدن النفيس وسط ارتفاع الدولار وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليسجل المعدن الأصفر 1626 دولارا و79 سنتا للأوقية. أما محليا فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 960 جنيها، عيار 21123 جنيها، عيار 24 سجل 1284 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8986 جنيها. نتحول إلى أسواق البترول العالمية والتي ارتفعت أسعار النفط فيها لتراجع الإنتاج الأمريكي. وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% ليسجل 87 دولارا و7 سنتات للبرميل. أيضا خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 1.2% ليسجل 79 دولارا و47 سنتا للبرميل. أما سعر المازوت فقد ارتفع بنسبة 2.21% ليسجل 3 دولارات و24 سنتا لللتر. وأيضا تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 92% لتسجل 6 دولارات و59 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. دفعت الأسواق المالية المتوترة الدولار إلى أعلى مستوى له في عقدين،
حيث أدت زيادة أسعار الفائدة حول العالم إلى تزايد المخاوف من الركود، بينما سجل الجنيه الاسترليني هبوطاً أكبر بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية. وحقق الدولار مكاسب على نطاق واسع، فقد انخفض اليورو بنسبة 43% ليسجل 95 سنتا، كما هبط الاسترليني والذي يتعرض للكثير من الضغوط بنسبة 0.7% ليسجل دولار و7 سنتات، كما تراجع الدولار الاسترالي الحساس بشكل كبير لتقلبات معنويات المستثمرين، تراجع بنسبة 1%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لنهى وياسر إليكم. شكرا جزيلا لك ميرفت. عملاق من عمالقة السينما المصرية خلدته أعماله الفنية غير المسبوقة في ذاكرة المشاهد المصري والعربي من خلال عدة أدوار لم تتكرر. إنه سي السيد. سي السيد السينما المصرية للفنان يحيى شاهين الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده. إلى هنا نصل بحضرتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بتطوير وتوطين صناعة مستلزمات أعمال مشروعات التشييد والبناء. القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي. 10 طائرات صينية تعبر الخط الفاصل لمضيق تايوان، والدفاع التايواني ترصد 4 سفن حربية صينية في المنطقة. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية نشرتنا. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد.